ختام صباحنا لليوم رح يكون مع جانب التثقيفي، جانب هام ببناء الإنسان وتوسيع معارفه ومداركه، وهي الغاية الأسمى من خلال أنشطة ثقافية وعروض سينمائية هادفة. رح تكون محور حديثنا مع مسؤولة النشاط التثقيفي بالرعية سيدة كارولين سويد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. صباح الخير، فصح مجيد للجميع. ومثل ما الفصح هو عبودة من الظلمة للنور ومن الموت للقيامة، إن شاء الله سوريا بترجع بتقوم، بترجع للحياة أكثر، ونرجع نلتقي بفرح مثل فرح القيامة. وأهلا وسهلا فيكم برعيتنا مار يوسف. فصح مجيد مرة تانية، نعاد عليك بكل الخير الحب. اليوم مثل ما شفنا أنشطة كتير كبيرة بكافة المجالات، شفنا المجال الإنساني، المجال الطبي والصحي، أيضا النشاط الثقافي والاجتماعي اللي أكيد ما بيقل أهمية، لأنه كمان الاستهداف كان مباشر للثقافة والعلم بسوريا والجانب الاجتماعي بشكل تحديد. فخلينا نعرف من حضرتك اليوم عن أنشطتكم بالمجال الثقافي والاجتماعي. الكنيسة مثل ما بنعرف من بداية تاريخها الطويل كانت هي مصدر كتير أساسي لتنشر الخدمات الروحية والثقافية والاجتماعية، ونحن من هذا المبدأ ضلينا ماشيين على هذا الخطى اللي نحن ربينا عليه وعينا، وكان سند كتير كتير لإلنا. من خلاله نحن نشاطاتنا بتكون متنوعة بعدة محاور، لقائنا بيكون مرة بالأسبوع بيتناول موضوع عن المحور الروحي اللي بيكون تحت إشراف الآباء الروحيين، موضوع اجتماعي ممكن يكون أخصائيين عم يطرحوا علينا الموضوع، أو ممكن أحد الشبيبة بيكون عم بيحضره تحت إشراف كاهن الرعية، بالإضافة للأفلام السينمائية الهادفة، النشاط الترفيهي، الرحل، الألعاب، الأغاني. وهذا الشيء كله، هالمحاور بتترجم بالعمل الإنساني اللي نحن منقوم فيه، زيارة أيتام، دار عجزة، ممكن كمان يكون مع أطفال مرضى السرطان. هذا الشيء كله بيكون تحضير مسبق له وبشكل دقيق. طيب خلينا نحكي أكثر عن الأعمار اللي عم بيتم استهدافها. طبعا أكيد بنعرف أنه في كتير أعمار مختلفة عم تتوجهوا لها وبأنشطة متعددة، يمكن كل فئة عمرية عم تتوجهوا لها بنشاط معين، نحكي بالتفصيل أكثر لو سمحتي. الكنيسة أكيد ما بتستثني أي فئة عمرية، هي بيت الكل، هي البيت الأولاد والشبيبة والمراهقين والكبار بالعمر، هي بتحضنهم مثل الأم والأب ما بيحضنوا أولادهم. هلأ نحن مع الشبيبة بنشتغل بشكل أوسع، لأنه هن الشبيبة بالذات كانوا عايشين بمجتمع ضيق وانطلقوا هلأ للمجتمع الأكبر اللي هو الحياة الجامعية والحياة العملية. هذا بيتطلب منا أنه نحن نحتضنهم أكثر، نرعاهم، نشوف حاجاتهم، توعية خاصة أيضا أكيد بمواضيع خاصة هن بيكونوا بلشوا يتطرقوا لها بهذا العمر، بلشوا يسمعوا فيها برا من خلال مجتمعهم الجامعي أو العملي، هن بيقترحوا علينا ونحن منبلش نساعدهم. يعني بدنا نقول مثل الشجرة الصغيرة، منبلش نرعاها ونحتضنها ونسقيها شوي شوي لتكبر وفعلا تكون فعالة بالمجتمع. يعني في آية بالإنجيل بتقول الشجر الجيد لا يعطي ثمرا رديئا، والشجر الرديء لا يعطي ثمرا جيدا. كل ما نحن بنينا هالشخص بشكل صحيح وجيد رح نتوقع منه بالمستقبل انه هو كمان يعطي هالثمر الجيد. اكيد كثير هذا الحكي بيلامس قلوبنا، خاصة عم نحكي احنا عن فئة الشباب، هي الفئة المسؤولة والمطلوب منا انه تعيد اعمار سوريا بكافة النواحي. فمثل ما قلتي، اذا بنيناها بشكل صحيح اكيد رح يكون البناء بشكل كثير صح. اليوم طرحتوا مشكلات عديدة وقضايا مختلفة، مثل موت الرحيم مثلا كانت هي احد القضايا اللي تطرقتوا لها. خلينا نحكي كيف بيتم اختيار القضية ومناقشتها بين بعض. بصراحة تحديد القضايا هي من الشبيبة، هي بتكون تساؤلات عندهم، شيء صادفوه بمجتمعهم وعندهم تساؤلات وما عندهم معرفة عنه. نحن بنقول لهم شو عندكم حاجات، شو عندكم مواضيع بتحبوا انتم تستفسروا عنها، نحن جاهزين. بيجوا بيقترحوا المواضيع
من خلال اقتراحاتهم نحن منشوف أخصائيين يعطون الموضوع ويتناقشوا فيه بطريقة صحيحة ويوصلون للمبادئ الأساسية للتصرف، كيف يعالجوا الموضوع أكثر إذا تعرضوا له. مثال على هذا الشيء، نحن من فترة قصيرة أخذنا كمان محاضرة عن الإتجار بالأشخاص من قبل أخصائيين اجتماعيين وقانونيين، وكانت محاضرة كتير قيمة وغنية للشبيبة، فهموا أكثر هذا الموضوع اللي كانوا عم يسمعوا لمجرد سمع ومعلومة بسيطة، توسعت معرفتهم لإله حتى عرفوا كيف ممكن يعالجوا الموضوع إذا تعرضوا لأي شيء، لمين يلجأوا، وعرفوا كمان شو بتطلب منهم هي الأمور، وعي أكثر وتوجه لوين يتوجهوا أكثر، وهذا زاد عندهم الوعي. من خلال زيادة الوعي عندهم، ونحن بما أنه مشتغلين معهم روحياً، زرعنا هي المحبة بقلوبهم، زرعنا كيف ينظروا للآخر أكثر، صار عندهم هذا الوعي، ما بقى بيحتفظوا فيه بس لإلهم، صاروا بينشروا بمجتمعهم، بعيالهم، بجامعتهم، بعملهم، وهيك نحن فعلا منكون عم نبني شبيبة صحيحة، شبيبة تحسن تساعد المجتمع لينبنى أكثر بطرق صحيحة أكثر. لأنه في مزمور كمان بالإنجيل بيقول كسهام بيد جبار كذلك أبناء الشبيبة، شبهوا الشبيبة بهذا السهم، وقت بيكون بين إيدين جبار اللي هو ربنا، يعني مبني صح، في عنده هالمحبة هالإنسانية، بيصيب الهدف صح بالمجتمع، ما بيضل طاير بالهواء عم يتخبط يمين وشمال. أكيد، يعني مهمة كتير كبيرة، وخصوصا بهذا الوقت اللي عم نعيشه، التثقيف والانتباه على الحياة الثقافية للشباب أو حتى الفئات العمرية المختلفة، والجانب الاجتماعي والإنساني جانب كتير مهم بتقوم فيه أكيد الكنيسة ودور الرعاية. بختام حديثنا لليوم، كلمة بتحبي تتوجهي فيها؟ أنا بحب أقول للشبيبة بالذات أنه ما تستسلموا من بعد هذا الوجع والحزن، أكيد في قيامة إن شاء الله يا وفصح مجيد إن شاء الله. شكرا، فصح مجيد انعاد عليك وعلى كل الشباب وعلى كل الشبيبة يلي عم ترعون وتثقفون بطريقة كتير صح لحتى يرجعوا يبنوا سوريا من أول وجديد. شكرا لك، ميرسي لكم.